مرحبا، اليوم عندي لكم طبق مميز وجديد. هنعمل طيور وتحديدا الحمام المحشي. الطبق هذا معروف انه طبق مصري تقليدي، هضف له لمسة بسيطة واللي هي التحمير على الفحم لحتى اعطيه نكهة ولون مميز، وهذا طبعا هيكون في اخر الحلقة. الحمام مع انه طير صغير وبسيط الا انه المراحل اللي هيمر في تجهيزها طويلة نوعا ما، فما يستهان فيه كمخلوق. الطريقة هتكون كالتالي، او المراحل فيكم تسموها. المرحلة الاولى اللي هي النقع، هننقع الحمام طبعا بعد ما نكون غسلناه ونظفناه بشكل جيد من الخارج والداخل. هننقعه في ماء وملح وخل وليمون، هذا الشيء هيخفف الزفرة تبع الحمام. بنفس الوقت باعتبار نحن هنحشيه، طبعا انا هستخدم الفريكة، ممكن يكون رز او فريكة، لكن انا اليوم حابب اعمل الفريكة. فالفريكة كمان بدنا نغسل، بدنا اول شيء نقيم اي شوائب من الفريكة، بعدين نغسلها بشكل جيد وننقعها في المي. وتقريبا الفريكة والحمام هياخدوا لهم حوالي ساعة او اكثر نقع. المرحلة الثانية هنجهز الفريكة انه هنطبخها شوي، وبعدين هنحشيها بالحمام بين الجلد واللحم وداخل بطن الحمام، وهنستعرضها بشكل مفصل. المرحلة الثالثة اللي هي سلق الحمام على النار، وطبعا هاي هينتج منها شوربة وحمام مسلوق. المرحلة الأخيرة هشوي الحمام على الفحم مثل ما ذكرت في البداية مشان أعطيه تحمير وريحة ونكهة مميزة، فتابعوني لحتى تشوفوا التفاصيل. طيب، أول خطوة عنا إنه نحن هنستخدم السمنة، هنسخن شوية سمنة، وهلأ بحط البصل وبقلي البصل بالسمنة، يعني هاي العملية بتاخد لها كم دقيقة. وهلأ بعد ما تأمر البصل شوي بضيف لحمة مفرومة، طبعا هي الوصفة الأساسية بتكون قوانص وكبدة وهيك أشياء، لكن أنا بفضل اللحمة المفرومة، وانتو الموضوع بيرجع لرغبتكم وذوقكم. وعادة هاي العملية بتاخد لها دقائق بسيطة، ومتى ما صارت اللحمة مستوية هلأ بضيف الفريكة. بضيف فلفل، ماجي، بهارات مشكلة، قرفة، مستكة، وطبعا المقادير والأصناف مذكورة في الوصف بأسفل الفيديو. وبرجع بحركها بشكل جيد، برفع شوي النار عليها لحتى تستوي كمان بشكل أفضل، لأنه مثل ما بتعرفوا الفريك أو الفريكة ناشفة، صعب يعني سواها. وهلأ الفريكة بعد ما شربت البهارات بشكل جيد هضيف شوية مي سخنة وهضيف ملح، وبرجع بخلطهم بشكل جيد وبترك الفريك لحتى يستوي بشكل مناسب. طبعا نحن قلينا البهارات قبل ما نحط المي لحتى تاخد نكهة بشكل جيد، وبعدها أضفنا المي، وهلأ بنتركها لين تشرب ميتها. وهلأ بعد ما نشفت مية الفريكة بتركها شوي لتبرد لحتى أقدر أحشيها جوات الحمامة. وهلأ بهي المرحلة بدنا نفصل الجلد عن اللحم، وبدنا نعملها بهدوء وبانتباه حتى لا نقطع الجلد. طبعا هي الفكرة انه نحن بدنا نحشي الفريكة بين الجلد واللحم، وكمان نحشي بالبطن. وهلأ بعد ما فصلنا الجلد عن اللحم هنبدأ نحشي الفريكة بين الجلد واللحم. طبعا الفكرة انه نحن بنبدأ من الرقبة من فوق وبنحشيها نزولا لتحت، وكل ما كانت الجلد تبع الرقبة أطول كل ما كان أفضل، لأنه هذا هيساعدنا بأنه نحشي بشكل جيد. والمهم أنه نحشي كمية كافية
ما تكون لا زيادة ولا قليلة، لأنه طبعاً لسه الفريك لما هنحطه في المي هياخد حجم كمان شوي كبير. وبالنسبة للكمية يفترض تكون الفريكة لكل حمامة مقدار كمشة إيد. والآن بعد ما خلصنا الحشي داخل بين الجلد واللحم هنحشي البطن، وكمان نعمل حسابنا أنه ما يكون كمية كبيرة لأنه لسه مع السلق هينفش. وهلا بعد ما خلصنا الحشو هنكتف الحمام، طبعا منكتف الجوانح بهذا الشكل ومنكتف الأفخاد بحيث مندخلها بالجلد السفلي حتى لا يطلع الفريكة أثناء السلق أو لاحقا بالشوي. ومثل ما أنكم شايفين هذه كتفنا الحمام وصار جاهز للسلق. وهلأ بغلي مي سخنة وبحط فيها الحمام اللي هسلقه فيها، بضيف البصل وبضيف ملح ورق غار كبش قرنفل هيل مطحون بهارات مشكلة ومستكة. وطبعا تنبيه انه لما بتحطوا الحمامة بيكون الظهر للأسفل. طيب هلا منتأكد انه المي غمرتها للحمامات ومنوطي النار ومنخليها لمدة ساعة تقريبا. طيب وهلا بعد ما استوى الحمام هنطلعه وهنحطه بالصينية ونصفيه شوي. بنمسك الجناح وحسب طراوته بنعرف انه الحمام صار مستوي. هلا بندهنه بالزبدة مشان يعطيه اللون التأمير ويأمره كمان وبيعمل نكهة لذيذة كتير. طبعا نتأكد انه ندهنه من جميع الجهات. وانا الفحم تبعي جاهز وهلا رح حط عليه الخشب التفاح، هذا هيعمل نكهة وريحة حلوة كتير وجدا مناسب للطيور والدجاج. هلا بعد ما خلصنا الخمس دقائق الاولى بنقلبه للوش الثاني مشان يحمر. هاي وصلنا لآخر تجربة، مثل ما أنكم شايفين مؤمرة وجميلة، بدي أشوف أفتحها وأتفرج كيف تطلع. أوه. يا سلام، شوف كيف مؤمر الجلد والفريكة مستوية من أحلى ما يكون. خلينا نشوف ندوق ونشوف كيف الطعم. مستوى ممتاز وطعم الحطب، يعني عفوا الفحم، مع الأكل الواحد بلش يلخبط، من أظرف ما يكون. نشوف بس في ابني يكون فيها لحم، يعني بالنهاية بدنا لحم. طعم الزبدة على الجلد طايع ظريف كتير. ها اي لحم، ايوه اي لحمة.
أنا بصراحة ما بذكر إني أكلت حمام ولا لا، احتمال مرة بحياتي أكلت حمام، فيمكن ما هي تاني مرة بجربه. ومحشي بهذا الشكل على الفحم ومع التدخين، يعني شغلة ظريفة. بعدين مع الفريق كمان تمام. الطعم ظريف كتير، ما في زنخة، ما حسيت أنا بأي زنخة بسبب التجهيزات اللي عملناها، وبسبب الفحم كمان والتدخين، كل هذا بيلعب دور. هذه تجربة جديدة إلي وحلوة، أنا استمتعت فيها، إن شاء الله أنتم كمان تكونوا استمتعتوا بالتجربة. صح إن الشكل ما كتير تحفة، لكن يعني لأول مرة يعني إنجاز كويس يعني. بشكركم للمشاهدة، ويا ريت لا تنسوا تشتركوا في القناة إذا ما اشتركتوا لسه فيها، وتعملوا إعجاب وترسلوها لمعارفكم، وإذا في عندكم أي ملاحظات استفسارات يا ريت كمان تزودوني فيها، ونراكم في حلقة قادمة إن شاء الله.